كاع انواع الحلويات كاينه هنايا. دايرين فيه فرماج، ديري لي 68 نضرب هاد المنيو 25 ليرة، 250 ليرة. هذا هو ميدان تقسيم، وهذا مسجد تاع تقسيم. هنا في تقسيم كيف ما كتشوفوا الرايات بزاف، اصلا في تقسيم تيكونوا الرايات، لكن كاينه الذكرى السنويه تاع 100 عام. هنايا كاينه واحد الكافي، كاتبين كافي تقسيم، تقسيم كافي. المهم انا كندوركم معايا وصافي. اول ما دخلت على المسجد هيا الكافي، هذا هو مسجد تقسيم من الداخل ديالو، الصراحه رائع. انا اللي لاحظت في المساجد ديالهم ديما تيكتبوا هنا الله محمد عليه الصلاه والسلام، سيدنا عمر علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، سيدنا ابو بكر. انا عثمان يمكن، سيدنا عثمان. هنايا كيصليو الرجال، وهادو راه كيشعلو في الليل. هنايا آية قرآنية، هذا المصلى تاع النساء. هنايا فين تيحطو الصبابط ديالهم، وهنايا الموضع تاع العيالات. هاني نشوف لك الخاوي نوريكم، باش انا كيعجبني هنايا في تركيا عندك كيفاش توضى. كاين هنايا عندك هنا الصابون، الماء، الماء فيه البارد والسخون، هاد البلاصه فين تحط الرجل ليكم. وعاد هنايا بابي باش تمسحوا يديكم ورجليكم، زعما كيفكروا في كل شيء. وهاد البلاصه تحطوا فيها بحال لي زاكسيسوار ديالكم، فولار ما كتشوفوا، تيحسب لكم غير شي اوتيل ولا. هذا راه في المسجد، شوفوا تبارك الله ما شاء الله. هنا كاينه واحد بحال قاعه المؤتمرات دابا راه سادينا. صراحه مهتمين بالمساجد بزاف. هنا في التواليت ضروري تتخلصوا 5 ليره دابا في هذا الوقت. نحاول حتى اليوم غادي نوريكم الأثمنة اللي واصلة اليوم اسطنبول حاليا. بحال هنايا هما الأثمنة تقريبا، بحال الشوربة دايرة 40 ليرة، بيلاف هو داك الروز هذا داير 50، المهم الأسعار من 40 حتى 300 ليرة. هنايا سيميت دايرين فيه فخوماج، دايرين لي 68، هادو بحال لي تيب 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 آيس كريم. المهم هذاك الايس كريم اللي وريتكم راه داير 100 ليره، صراحه غالي. هنايا الحلويات سوتلاش، كاع انواع الحلويات كاينه هنايا.
باردون انا نوريكم ل برايسز هنايا بابا المهم اللي ما كيعرفش ديما شارع الاستقلال كيكون عامر ستاربكس كاين بزاف لي مارك الحوايج لي ماغازان هذا استقلال افين جو بونس هذا مول شي جو بونس راه مول ندخلو نشوفوه كيف داير من الداخل هنايا كاينين في سيفونيغ لي بغاو ياخدو بحال هادي دايره 160 140 90 60 50 المهم هادي 200 150 هادو 30 هادي الاكسسوار هادو دايرين 200 تبارك الله هاد المول راه كبير واش لي لاحظت هنا يديرين الشبكه الله يستر شي واحد لا طاح ولا هذا ما يطيحش على راسو وكاين حتى هنا شبكه الفوق عرفتوا واش كتبان لكم ولا لا هو في الدخله ما كيبانش كبير لهاد الدرجه هنايا في الطبق الثالث تاع المول كاين هنايا بلاصه تاع الماكلات جي برجر كينغ ان كاباني بيلافات جي سي ما بقيتش نعرف بعد صابوي هذا 185 ليرة فيها الدجاج فيني وسالاد المهم غادي ندوقو ونقول لكم كيف جا من هذا تشيلي طابوك هنايا نجرب هاد سميتو غادي نجرب هاد المنيو ونقول لكم كيف جاني بالنسبه للمنيو اللي ب 85 ليرة تجي فيه هاد الفريت بحال هكا والبرجر تيكون صغير وعاد بغيتي كولا كولا ولا بيبسي ولا فانتا بالنسبه للبرجر كيجي هكا كيما تاشا المهم ماشي شي برجر وتجي مايونيز كيتشوب كيف وريتكم هاد البطاطا انا غادي ندوق ونقول لكم كيف بالنسبه لهاد البرجر صراحه زوين الدجاج فيه زوين الفريت عندهم سي زوينه صراحه عجبني هاد المنيو الا زعما جيتو بغيتو تجربوه كنصحكم به حتى هذا صراحه زوين الدجاج بحال مشوي وعاد دايره ليه لاصوص ندير بكم طويره شوفوا الاسمين هنايا شحال دايرين بحال هاد الكيسان دايرين 230 ليرة بحال هادو اللي كيلصقو في الثلاجة الا خديتي واحد ب 35 الا خديتي ربعة تيبقاو لك ب 120
هنا هي فاليز. هنا يجينا كاينين لي زاكسيسوار تاع الدار. هادي هي الدخله تاع هاد لو مول. نشوفو هنايا الأثمنة تقريبا بشحال. أنا غادي نشارك معكم الأثمنة بحال هاد التيشيرت دايرين 200، هدا دايرين بحال هادو دايرين 100، الآخر 200 ليرة. هادو تقريبا شي 73 درهم ديالنا في هاد الوقيتة من التيشيرتات. الألوان اللي فيه كاين هدا بيض طاح، ممكن بزاف الالوان. هاد هنايا عاوتاني الناس تاع لي زاكسيسوار، كاينين الجينات، كاين اللي بغيتو هنايا. بعدا فهاد جاتني بحال شي قصريه صراحه، هادو زوينين. عرفتو هادو تيسقو في الحوايج، عرفتو هادو بشحال دايرين، ما كاتبينش عليهم الثمن. بحال هنايا سراول بحال هادو جين 250 ليرة. انا باش ما كان نكتب لكم الثمن في نكتبو في التحت شحال 250 ليرة. في هاد القيصريه صراحه كاينين دي بري مناسبين بحال هاد السراول، بحال هادو، هادو دايرين 150 ليرة. صراحه مزيان السراول الجين. كاين عاوتاني هاد لي زونسومبل، وكاين حوايج البنات محلات عاديين، وكاين حوايج الدراري هما هادو. وعاد هنا لي كاسكيت ولي زاكسيسوار، وبحال اللي كيتفرج في لي زانيم هادو صراحه يقدروا يعجبو بحال هادو. هذا زعما صراحة كاليتي ماشي شي كاليتي، دايرة 25 ليرة. المهم هادشي تاع التقزاب فيه الأثمنة طايحين. بحال هاد التريكو صراحة صعبة، قطنو ب 25 ليرة مزيان، 25 ليرة راه هي والو. تبارك الله، زعما لاحظت بان هنا الناس ملي تكون خدامه موسيقى وكيأدي صافي كيسكتو ولا كيحبسو الموسيقى. هادو هما الاجواء تقسيم في الليل. المهم باقي ما ظلمش الحال، عاد بدا المغرب. هذا هو السيميت اللي ما عرفوش هنايا في شارع الاستقلال. كتلقاو هذا، كتدخلو من هنا، راه كاينين محلات كثار الحوايج. هما الأثمنة 200 250 120. هذا كابيتان كاندي، مادو هي معروفة بالحلويات. زوين محل من الداخل. هنايا في وسط شارع الاستقلال كتلقاو هاد البلاصة،
صراحة مختلف هنا بزاف. الأكثرية حاطة لهم الشراب اللي كيشربوا تيجيو يشربوا هنايا يمكن. الفرع تاع ستاربكس هنا مهم. هاد البلاصه غادي تخليوها وغادي تدوزوا من هنا الى بغيتي تمشيو للكالاطا. هاد لا مارك راه معروفه تاع لي لاس. الى جيتو بغيتو تاخذوا لي بارفان، عندو دي بارفان خاص وكيبقاو زعما في الحوايج اللي كيدير الريحه في الحوايج اللي تيديرها في الحمره كتبقى. نتي يبيعوا الديسير هذا هو الشارع اللي كيدي شارع الاستقلال. كتجي وكتدور مع الدوره. الى جيتو هذا التقسيم تهبطوا مع شارع الاستقلال تبقاو هابطين هكا حتى تجيو للكالاطا. جيو على رجليكم ما بعيداش بزاف غير هذيك الهبطه تاع شارع الاستقلال. وكاين لي بوتيك وعد لي كافي. راني نوريكم اشهر كافي ممكن تاكلوا فيها سان سيباستيان هي هذه فيفان كافي. هاد كافي فيانا كافي هي اللي بغيتو تاكلوا فيها اشهر سان سيباستيان. المهم راه كتكون عامره تبارك الله. خاصكم ضروري تشدوا النوبه الا بغيتي تدوزوا هنايا برا قبلت غلطة. هي الصراحه كتكون عامره. هي الاطلاله فيها غير باش تشوفوا هنا في شويه الثمن طالع. يعني غادي نشوف دابا لي بري ولكن باش ما كان غادي نبارطاجي معكم. صراحه هنايا الفيديو ديالنا اللي بغى يدير شي كافي يرتاحوا الفيديو الى ما نصحوش لي لايك وكومونتير. تلاقاو في الفيديو الناس جوريست راه كما كتشوفوا هنا بزاف الناس كيقفوا باش يتصوروا. وهاد الكافي راه عامره بزاف. خاصك غير تسالي الكونسوماسيون خاصك تنوض باش يجلسوا الناس اخرين ماشي باش تجلس وتبقى الواحد يتغلاكسا فيها. وهذا